انتقل الحين الى اصوات الدرام كيت. طبعا في درام كيت جديده اللي نزلت، بعطيكم نموذج من درام كيت الجديد، شيء اسمه ام بينت حق الاشياء اللي هي الكلاسيك، مثل هذا ام بينت درامز اللي هو الروكت. الفونتاج اوبن كيت، سينماتيك بيركيشن حق الاشياء اللي هي مثل الاصوات الافلام. ديرتي كيت درامز، طبعا موجود البرازيلي والافرو، هاي كلها موجوده. من ضمن الاشياء الجديده اللي هي تايت اي دي ام درام كيت، سمعت؟ 1 2 3 جو. في عندك البانشي اي دي ام كيت، طبعا الايقاعات الهنديه موجوده. في عندك الفوكال افكتس، الفوكال اللي هي الهيومنز افكت، هاي يسمونهم الفوكال افكتس. وفي البيت، بعد البيت اللي هم الاصوات الفمويه، بيت بوكس. Get ready now. طبعا باقي الايقاعات اللي هي نفس الشيء. في عندك الجوسبل الجماعي، هاي كلها اصوات اصوات. طبعا في الجاز اللي هو البركيشن، سيمفونيك بركيشن. عندك التشيل، التشيل هاي كلها اصوات الايقاعات الجديده درام كيت، سمعتك اياها بالاضافه الى درام كيت القديمه.